قصص الأنبياء. بالعامية السودانية. قصة سيدنا سليمان الحكيم عليه السلام. الجزء الثامن. اهلا اهلا ازيكم؟ اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله. في المره اللي فاتت يا جماعه قلنا انه الله سلط على الملك سليمان نتيجه لمحصدته بعض اعدائه، وكان منهم واحد اسمه هدد الادومي. قال انه بالاضافه لهدد الادومي ده الله برضه سلط على الملك سليمان يا جماعه واحد تاني من اعدائه، هو رزور بن أليداع اللي كان شرد من سيده هدد عزر ملك مملكة آرام. ده صح. اللي كانت عاصمتها صوبة اللي هي جزء من أراضي سوريا حاليا. وداود لما هزم جيش آرام رزون ده كان جمع له عصابة من الرباطين. ده صح. رباطين. وبعد فترة كون منهم جيش صغير وقادم ومشى بهم لدمشق واستولوا عليها واستقروا فيها. ورزون حكم مملكة آرام وكان بيكره شعب بني إسرائيل وبقى عدو ليهم في كل عهد الملك سليمان. لا صح. وكمان كان في واحد من أعوان الملك سليمان من قرية سرطة اسمه يربعام ابن نباط، وهو كان من ذرية أفرايم ابن يوسف عليه السلام. ده كلام صحيح. الراجل ده برضو تمرد على الملك سليمان. والملك سليمان لما كان بيبني في القلعة ويرمم في سور القدس القديمة يربعام ده كان شاب ماهر جدا وبيعمل باجتهاد. الملك سليمان كافاو على مجهوده ده وعينه مشرف على العمال اللي كانوا من ذرية سيدنا يوسف. ده كلام صح، ريحتوني شوية والله يا ولادي. كمان قصة تمرده هو إنه في نبوءة ذكرت إنه كيف حيبقى ملك، والنبوءة دي حصلت لما يربعام كان طالع من القدس وقابله في الطريق النبي أخي الشيلوني اللي كان لابس ليه شال جديد، وكانوا هما الاثنين بس البر المدينة. وأخي طلع شاله الجديد وقطعوا 12 قطعة وقال لي يربعام، يربعام شيل لك 10 قطعة من الشال ده، لأنه المولى رب شعبي بني إسرائيل قال أنا حنزع الملك من سليمان بعد موته وديك السلطة على 10 قبائل، ولكن إكراما لعبد داود والقدس اللي أنا اخترتها من بين كل مدن شعبي بني إسرائيل حخلي لسليمان قبيلة واحدة بس في فترة حكم ولده من بعده، لأنه سليمان تركني ومشى عبد عشتورة. عبد عشتورة إله الصيدونوين وكموش وإله الموابين ومولخ وإله العمونين، وما صار في طريقي ولا حفظ فرائدي وأحكامي زي داود أبوه، لكن أنا ما حنزع الملك منه في حياته، أخليه يحكم المملكة كلها لغاية ما يموت إكراما لعبد داود اللي اخترته وحفظ فرائدي وأوامري، ولكن بعد موت سليمان أنا حنزع الملك من يدين ابنه وديك له. أما ابن سليمان أخلي له قبيلة واحدة بس عشان يكون في تواصل لحكم ذرية داود في رحابي مدينة القدس اللي أنا اخترتها لعبادتي. أما أنت حقق لك رغبتك وتكون ملك على الجزء الكبير من بني إسرائيل، وإذا نفذت الحوصيك به واتبعت طريقي وعملت ما يرضيني وحفظت فرائدي وأوامري زي ما عمل عبد داود، أنا حكون معاك وخلي ذريتك يكونوا ملوك عرشهم ثابت زي ما ثبت عرش داود قبل كده، وديك 10 قبائل من مملكة بني إسرائيل وزول ليك ذرية داود بسبب أفعال سليمان، ولكن فترة محدودة مش للأبد. وبسبب تمرد يربعام الملك سليمان حاول يقتله، لكن يربعام شرد ومشى لشيشق ملك مصر وقعد في مصر لغاية ما سليمان مات. وفترة حكم سليمان كانت حافلة بالأحداث، وأعماله وأخباره وحكمته
معروفة تاريخيا. الملك سليمان يا جماعة حكم بين إسرائيل من مدينة القدس لمدة 40 سنة، واندفن في القدس القديمة بعد ما رحل عن الدنيا، وخلفوا في الحكم ولده رحبعام. وبعد موت الملك سليمان ولده رحبعام مشى لمدينة شكيم في شمال المملكة، لأن شعب بني إسرائيل كانوا مجتمعين هناك عشان يختاروا ملك. ويربعام ابن نباط الكان موجود في مصر سمع بخبر وفاة الملك سليمان ورجع من مصر. وانا سمعتها يا خالة انه قادة بني إسرائيل ديل رسلوا ليربعام ودعوه لاجتماعهم مع رحبعام بن سليمان، ويربعام وافق وقام مشى ليهم. وفي الاجتماع سمعت انهم قالوا له كلام. أبوك الله يرحمه حكمه كان صعب وقاسي علينا، كان صعب وقاسي. احنا دلوقتي طالبين منك انك تخفف علينا الأعمال الشاقة والحمل الثقيل الخطاوي أبوك فوق دهورنا ثقيل بالحال. بعد ذاك نحن حنخدمك بكل إخلاص، وعد مننا. شيل مننا الحمل الخطاوي. طيب 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 يا جماعة، انتوا هسه تفرقوا وخلونا نفكر في الموضوع، وتعالوا لي بعد يومين أو ثلاثة. كلام جميل. والناس فعلا وافقوا وتفرقوا، وراح بعام الملك الجديد استشار المستشارين الكبار في السن الخدم سليمان أبوه في حياته، وقال ليهم: يا مستشارين يا مستشارين. مرحب مرحب يا مستشارين. أيوه أيوه كويس، وروني رأيكم أنا كيف أرد على مطالب الشعب دي. إذا كنت من الليل حتحكمهم بإخلاص وتخدمهم وتستجيب لمطالبهم وتعاملهم بلطف هم أكيد حيكونوا مبسوطين وحيطيعوك طول حياتك. لكن رحبعام رفض نصيحة المستشارين ديل، وبعد ذاك استشار الشباب من جيله النشأ معاه وكان جزء منهم مستشارينه، وقال ليهم: طيب يا شباب انتوا تنصحوني بشنو؟ أنا كيف أرد على الشعب ده اللي بيقول لي أبوك حملنا فوق طاقتنا ونحن عايزينك تخفف علينا الحمل بتاع أبوك ده؟ أنا أقول لك تقول لهم شنو؟ قول للشعب أصبعي الصغير ده أقوى من رجل أبوي، وأبوي كان خط عليكم حمل تقيل، أنا هتقل عليكم الحمل ده زيادة وزيادة، وكان أبوي يدبكم بصوت العنج، أنا هضربكم وأدبكم بصوت ضربته زي ضربة العقرب. وبعد 3 أيام يربعام وكل الشعب رجعوا للملك رحبعام حسب اتفاقه معهم، لكن الملك رد عليهم بقسوة ورفض نصيحة الشيوخ النصحوه بها، ورد عليهم بنصيحة الشباب الطايش، واختار النصيحة دي عشان يكلمهم بها، وقال ليهم: أبوي خدت فوق ظهوركم حمل تقيل، وأنا حزيد عليكم الحمل ده. كيف الكلام ده؟ أبوي أدبكم بالصوت، لكن أنا حأدبكم بالصوت ضربته زي لدغة العقرب. أيوة أرحمنا شوية. وطبعا رفض الملك لمطالب الشعب كان بترتيب من عند الله، عشان الله يحقق وعده ليربعام ابن نباط حسب ما ذكر النبي أخي الشيلوني. وعشر قبائل من بني إسرائيل لما شافوا إنه الملك الجديد خذلهم وما وافق على مطالبهم اتحسروا وتمردوا ضده وهتفوا في وجهه بغضب: يسقط الملك، يسقط الملك، يسقط ذرية داود، ذرية داود مصير الموت، يسقط ذرية داود، يسقط ذرية داود. والملك رحبعام رسل أدونيرام المشرف على الأشغال السخرة عشان يقنع المتمردين ويحذرهم بأنهم لازم يراجعوا موقفهم وما يقفوا ضد الملك. يسقط الهناس يا التحريم يا ناس، يسقط يا ناس يا ناس. هي هي أحسن ليكم، أحسن ليكم تسمعوا الكلام. يسقط بطلوا الهزام بتاعكم ده، لأنه ما من مصلحتكم تقفوا ضد جلالة الملك. أعملوا حسابكم، أعملوا حسابكم، جلالة الملك حيعاقب كل المعارضين عقاب شديد
جدا جدا. يا انتهازي، انت تخلي الشعب وتجيب في صف الملك يا خالي. يا خالي فين؟ يا خالي فين؟ وكل الناس من القبائل المتمردة العشرة رجموا أدونيرام بالحجار لغاية ما مات. والملك رحب عام لما شاف إن الناس غضبانة بالطريقة دي خاف جدا، وركب مركبته الخاصة وهرب بسرعة للقدس في منطقة يهوذا. بعد كده الناس اتفرقوا ورجعوا لبيوتهم. والقبائل العشرة من شعب بني إسرائيل دعوا يربع عام اللي هو عاد رحب عام لاجتماع طارئ، واختاروه ملك عليهم. أما رحب عام بن سليمان كان نصيبه من الحكم بس المنطقة الساكنة فيها قبيلة يهوذا بالإضافة لقبيلة بنيامين. وبكده تم أمر الله حسب ما جاء في أقوال النبي أخي الشيلوني. المولى قال أقسم المملكة واحطيك 10 قبائل من ملك سليمان. دي أولادي كانت هي قصة سيدنا سليمان. يا سلام، قصة حلوة سليمان، عنده حاجات جميلة. والله فعلا قصة جميلة يا أخي، فيها تفاصيل كثيرة بالضبط وممتعة. شكرا يخلي. شكرا لك يا خالتي صفية. الله يخليك، حاجة جميلة فعلا. خالتي صفية بجد استمتعنا بقصتك دي استمتاع شديد. الله يخليك يا منى. جزاك الله خير، ربنا يديك العافية لنا. الله يخليكم كلكم. يا سلام يا خلاص، احنا نخليك ترتاحي ونستأذن. طيب يا أولاد. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.